كابتن لؤي وائل لاعب مقاولين العرب. الاول الحمد لله على السلامه. موقف صعب من لحظه السقوط للحظه ما انت موجود دلوقتي. طمن الناس على لؤي وائل. والله الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الحاله احسن وحاله مستقره الحمد لله. حصل بس ان انا ساعه الخبطه في الماتش خبطت في دماغي من السقوط، فحصل لي حاله اغماء كده وقعدت حوالي 40 دقيقه في حالة إغماء. بعد كده نقلوني على المستشفى هنا على طول للعناية. الحمد لله كان في كل حاجة مجهزة الحمد لله. الناس هنا مشكورة بصراحة، تعبت معايا وعملوا كل حاجة ممكن تتعمل. الحمد لله يعني فقت وبعد كده قعدت شوية في العناية 4-5 ساعات حوالي. بعد كده نزلوني على الأوضة بقى لمرحلة السفر خالص. إمتى هتغادر المستشفى إن شاء الله؟ عملت أشعة دلوقتي النهاردة، كانوا قالوا لي لازم يبقى تحت ملاحظة لمدة 24 ساعة، فبت النهاردة في المستشفى وعملت أشعة الصبح ومستني إن شاء الله الدكتور يقول لي إن شاء الله على خروج بإذن الله. يمكن دي تاني واقعة للؤي في استاد غزل المحلة. السنة اللي فاتت في نفس التوقيت بالظبط في نفس المكان في ماتش الغزل المحلة والمقاولين، إحساسك إيه بقى؟ يعني أنت كل ما بتفتكر الأحداث دي إيه اللي بيحصل لك؟ لا يعني علامة ان انا ما اجيش المحلة، يعني ان انا ما العبش في الاستاد. لا بس يعني الحمد لله يعني سنتين ورا بعض نفس المكان نفس الحتة في نفس كل حاجة. انا بالصعود برضه كان معايا في نفس اللقطة. اي اصعب لحظة عدت عليك في التوقيت ده كله، او اصعب حاجة حصلت في الموضوع ده كله، اصعب مكالمة هاتفية جات لك في الموضوع ده كله؟ او اصعب حاجة لما صحيت لقيت واحد من الجهاز معانا، الجهاز الطبي، كان بيعيط بيقول لي الموضوع كان صعب وموضوع الإغماء ده وفي الوقت ده كان صعب، فكان الموضوع كان فيه خطورة يعني. فده أكتر حاجة خبتني بمدى خطورة الموضوع. يعني أنا كنت مش واعي طبعا بأي حاجة بتحصل، بس هو اللي خلاني أحس بمدى خطورة الموضوع. يعني أصعب مكالمة جات لك بعد أول حاجة جات لك أو أول مكالمة هاتفية جات لك، أنت كنت صعبان عليك أو أنت حسيتها فاصل؟ أكيد طبعا يعني أهلي طبعا أكتر ناس حبيتني طبعا يعني بالعياط اكيد يعني، بس الحمد لله يعني طمنتهم لحالتي ان شاء الله الحمد لله كويسه والدنيا كويسه. وطبعا صراحه ما حدش سابني يعني، حتى معالي الوزير اشرف صبحي كلمني وطمن عليا وقال لي لو احتاج اي حاجه يعني كل حاجه مجهزه، فبصراحه ما حدش كان سايبني خالص يعني. رسالتك بقى لكل الناس اللي كلموك اللي اطمنوا عليك، ورسالتك الاخيره للناس دي؟ لا احب اقول لهم الحمد لله انا كويس وفي الحاله مستقره، فان شاء الله باذن الله الفتره دي ارجع بالسلامه ان شاء الله والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. شكرا لك.